السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم بوشي فلوغ. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد العصير اللي كيجي رائع ونتمنى تجربوه، اللي كيتكون من 4 فواكه، وهاد الفواكه هي البابايا، البنان، وعصير البرتقال، والاناناس. وهنايا غادي نزيد عليه العسل، واللي ما بغاش يدير العسل يدير السكر، ولكم الاختيار. وشكرا لكم بزاف على التعاليق اللي كتخليو ليا زوينه وعلى المشاهده، والله يوفق الجميع يا ربي. ونخليكم مع طريقه التحضير، وبقوا معايا حتى نهايه الفيديو باش تشوفوا العصير كيفاش كيجي. كتشوفوا احبائي، هذا هو الشكل النهائي ديال العصير اللي كيجي كما قلت لكم رائع، ونتمنى تجربوه. هنايا زينته بشويه ديال الجرانولا كانت عندي، وبطريفات ديال الاناناس وديال البابايا. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.